لعبها بلاك احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. والكرة أهداف تحمل العديد من الأهداف والذكريات الجميلة في حقب مختلفة، سواء من عمر الرياضة الكويتية وحتى الخليجية، لن نكون بعيدين عن أحبتنا في دول مجلس التعاون الخليجي. مباريات لا زالت عالقة في الذهن في بطولات سواء محلية أو بطولات خليجية أو بطولات أسيوية. بعد الفاصل نبدأ المشوار. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 5/12/1996 في بطولة كأس أمم آسيا في دولة الإمارات، السعودية وأيضا تايلند. والسعودية كما تعرفون، عاد لما نقول المهاجمين نذكر، إذا من حكينا عن سامي الجابر في حلقات ماضية، نذكر أيضا فهد المهلل السكب كما يطلق عليه، لاعب مبدع، لاعب نادي الشباب غير جماهيري، تألق وكان له حضور، كان خالد مسعد الله يذكره بالخير من اللاعبين المميزين في خط الوسط، كان يملك في 96. طبعا حقق منتخب السعودية كأس البطولة، هذه كأس أمم آسيا، وحمل الكأس أنذاك يوسف الاثنيان، وكان رئيس الاتحاد أنذاك الأمير سلطان بن فهد. لا قرابة أن يخرج المنتخب السعودي وباصما في مرمى شباك تايلاند بنصف درزن من الأهداف، لا قرابة بذلك. الأخضر السعودي فريقا مرعبا، دعونا نشاهد. وخالد التيماوي، وهذا اللاعب شهير جدا في ضربات الجزاء، خالد التيماوي، والدقيقة 10 ضربة جزاء للسعودية، وجول، جول المنتخب السعودي، سجل اللاعب خالد التيماوي ضربة جزاء في الدقيقة 11، وأول أهداف المباراة، وفرحة الجمهور السعودي الشقيق الذي يتواجد هنا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة جاء لمشاهدة هذه المباراة. وإذا الهدف الأول، وخالد تيماوي يلعبها بهدف على طريقة المعلمين ويسجل أول أهداف المباراة. إذا مشاهدين تاتي بونج الصلع الخليوي ربع ساعة زمن الشوط الأول، السعودية متقدمة بهدف لا شيء، كرة حلوة، الله، المهلل يزيد من فرحة السعوديين ويسجل الهدف الثاني في مرمى تايلاند بعد أن انهار خط الدفاع. إذا المهلل يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15
ابراهيم ماطر لاعب نادي النصر السعودي. كرة طويلة من محمد شليا وسامي جابر يسجل الهدف الخامس. يا سلام عليك يا سامي يا جابر، الهدف الخامس للمملكة العربية السعودية شقيقة، وتحية حب ووفاء بين سامي جابر وجمهوره، وهو الهدف الخامس. نعم الهدف الخامس الدقيقة الثامنة لسامي الجابر، 5 أهداف للا شيء، وهي نتيجة الجيد الحقيقي واللاعب المتمكن والمحترف لاعب نادي الهلال. وهذه المجموعة الساخنة، المنتخب السعودي يحذر الفرص ويسجل 5 أهداف بعد مرور 8 دقائق الزمن الشوط الثاني. هذه لعبة حلوة من سامي الجابر، كرة مع سامي الجابر، لعبة جميلة جدا، خطرة خطرة خطرة، فهد الملل، الله أكثر شيء سعودي غير معقول، فعلا شيء سعودي غير معقول، 6 أهداف للا شيء، حقيقة حقيقة لم أشاهد المنتخب السعودي منذ مشاهدتي أن يقدم هذا العرض الكبير والعرض الرائع على الأستاذ المكتوب. فهد المهلل يضيف الهدف السادس للمنتخب السعودي الشقيق. دقيقة 9 فهد المهلل يسجل الهدف السادس لا شيء، و6 أهداف لصالح المنتخب السعودي لا شيء لصالح التايلاند. 6-0 6-0 نص ترسن ونت... جاسم يلعب، جاسم يلعب. في 10/12/1996 في بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات، أبو ظبي عين الظبي، الإمارات وإندونيسيا. ونقول حب المختصر المفيد، ما دام عندك عدنان الطلياني أمورك طيبة، وي وراه حسن سعيد معناها الأقوال عندهم. دعونا نشاهد. يلعبها جهة بخيت، خلص تمر 4 توصل لحسن سعيد، عدنان حلوة يلعبها لحسن سعيد، حسن سعيد طلعها في عرض الملعب جهة بخيت، سعيد بخيت طلعها قدام الجول، تلعب ما يبعدها المدافع والكرة تطلع خارج الملعب من 4 تمر رمي تماس من تحت هذا عادل، عادل يشوف لعبة حسن سعيد وطلعها في عرض الملعب وبخيط ويدخل كاميرا 4 كرة اللعب قدام الجول، حطها بالجول، جول جول فتحة الخير، فتحة الخير يا أهل الخير، يد من حسن سعيد، هو فتحة خيرنا في أمام مباراة في مباراتنا الأولى، الآن فتحة خيرنا في هذه المباراة، فتحة الخير يا أهل الخير، كرة حلوة توصل على طول في عرض الملعب قدام الجول، شوف نموذج الجمهور بدأ يجاوب طبعا مع منتخب الإمارات، ومنتخب الإمارات الآن يتقدم بهدف، منذر يلعبها توصل على رأس عادل، على رأس الطلياني، يا سلام كرتين بالرأس حلوين لفتحة الخير حسن سعيد على طول، ويحط يميني فيه، شوف شوف عادل مرة ثانية، هذا منذر عادل على رأسه، والرأس الثاني من عدنان، وعلى طول على يحطها بلعب، ترجع الكرة مرة ثانية لزهير النمار، يرجع حصلها زهير، يحاول يمر، كرة معاه، طلعها بعرض الملعب، يلعبها قدام الجول، تلعب تصعد لازم الجول، عيني عليك باردة يا عدنان، عيني عليك باردة يا عدنان، يا سلام عليك يا عدنان الطلياني، حلوة 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 حلوة، كرة جميلة تلعب بشكل حلو على طول، ويحطها ويتفيق لها ويحطها بشكل حلو، شوف وصادها صيدة في مرمى المنتخب الإدريسي، يا سلام عليك يا أبو حمدان، حلوة حلوة كابتن منتخب الإمارات، يؤكد نجوميته في هذه الدورة، ويسجل هدف يضيف هدف ثاني في مرمى منتخب الإدريسي بالكرة، تلعب وتوصل من هدف حارس المرمى ويستقبلها وعلى طول يعطيها واحدة على طول شلوت بيمينه في مرمى المنتخب الإدريسي، شوف خطة يا سلام، هي واحدة هي 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 يا سلام. شيء حلو شيء جميل، هو كده اللعب يا ولد ولا بلاش، مش ممكن حاجة توصل بشكل حلو. جاسم يعقوب،
قاسم يدعي الهواء. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. إن شاء الله استمتعتوا في أهداف حلقة اليوم بإذن الله تعالى. غدا إن شاء الله في أهداف جديدة. نشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة.